الأستاذة سعاد سليمان على روايتها الجميلة المبدعة دي، والجريئة في نفس الوقت، الجريئة في موضوعها وعنوانها. عنوانها ده اللي هو بالإنجليزي هوت فلاشز، هي ما كنا بندرس أمراض نساء في السنة الرابعة، لو فكرت في ترجمتها كنت فكر ممكن فورات أو فورة، لقيت إن هبات ساخنة أدق. الفورة ممكن الواحد بينتظر حاجة وهي بتفور، بيبقى عارف هتفور امتى تقريبا، درجة غليان مية زيت اي حاجة، فما فيهاش الفجائية. لكن الهبة فيها الفجائية انها بتيجي بدون اي موعد سابق. وبحب حيها برضو على جرأتها في اللغة، سواء في العامية او في سردها الفصحى، السرد اللي جه جميل وسلس جدا، وفي معظمه كان بلا مطبات ما عدا بعض الحاجات الصغيره زي ما قال الاستاذ مجدي على بعض الحاجات. الروايه غنيه بالاماكن والقضايا والنماذج والشخصيات، وعروبها برضو على بعض اسامي الشخصيات الحقيقيه زي مكاوي سعيد ونهله كرم وقلاء سنان وغيرها، بتدي للعمل مصداقيه وبتخليك تحلفي ان الشخصيات اللي بتتكلم عليها سعاد سليمان دي شخصيات حقيقيه موجوده في الواقع. وبالنسبه لوصف المكان، هي مش شويه مكان بالدرجه الاولى عشان نقول ان المكان لازم يبقى موظف، هي بتحكي على المكان اللي عاشت فيه وسط البلد، وده برضو بيدي مزيد من المصداقيه برضو على الحكي والروايه. مرة تانية بحييها وبشكرها، وأنا استمتعت جدا بقراءة الرواية.